مساء الخير يا أساتذة. النهاردة أو دلوقتي يعني هنقعد مع بعض ساعة نتكلم في النص الأولاني منها عن موقف كده محتاج يعني بعض التوضيح، والنص الثاني لقاء مفتوح معاكم، الأسئلة والتعليقات والمناقشات يعني كما اعتدنا. الموقف انه كان من كام يوم قلت ان في باحثة من الصين جت مصر علشان تعمل رسالة دكتوراه عن شغلي، رواياتي التاريخية يعني، وان انا يعني تحاشيا ل يعني خدش المسألة الأكاديمية مش هحضر المناقشة، وهناك سبب آخر. بعد كده اتصلت بي الباحثة وقالت لي انه يعني ان ده يفرق كتير معاها اني اكون موجود، وبعدين كلمني المشرف قال لي يعني عنده حق، قال لي هو الجزء الأكاديمي خلاص تم، هي الرسالة اتعملت يعني. فقلت له طيب هفكر. وبعدين اتصلت بي الدكتورة وكيلة الكلية يعني اللي هي عضو المناقشة، وقالت لي انه يعني ألحت في حضوري للمناقشة، فرحت النهاردة وكانت مناقشة جيدة. أظن أنه برغم اختلاف اللغة والثقافة، إنما الثلاث سنوات اللي قضيتهم الباحثة في مصر مقيمة تماما ومجتهدة تماما، التقيت بها مرة واحدة في جلسة طويلة من سنة تقريبا لما بدأت تجمع الخيوط بتاعت بحثها، والنهاردة تاني شفتها وهي بتحصل على درجة الدكتوراه استعدادا لرجوعها للصين كمتخصص يعني في الأدب العربي عموما وفي شغلي أو أعمالي الروائية تحديدا. طيب ليه ما كنتش عايز أروح؟ اللي يعرفوني كويس يعرفوا اني بحب مدينة اسكندرية بشكل انا شايفه طبيعي وهم شايفينه اكثر من اللازم. انا شايفه طبيعي لانه انا فتحت عيني هنا في اسكندرية وارتبطت بالبحر وبالاماكن وبالناس طبعا. أصبحت يعني عالمي. إنما في مكانين في اسكندرية صرت مؤخرا يعني في قلبي غصة منهما حتى إني بتحاشى وجودهم. مكتبة الإسكندرية وكلية الآداب بجامعة الإسكندرية. هقول لكم ليه، لأنه جايز الحكي ده يكون مفيد، هنشوف في الآخر مفيد في إيه. أنا تقريبا من وأنا كنت في تالتة إعدادي وأنا عايز أخش كلية الآداب، وكان ده مع الأقران يعني شيء غريب. عادة الناس اللي في سننا المبكر ده بيبقى عايز يبقى ضابط أو دكتور أو مهندس، وحتى لما كانوا يسألوا الأطفال يقول له أنت عايز تطلع ضابط ولا دكتور ولا مهندس كده، يعني كأن التخصصات التانية دي مش موجودة. طبعا ده له سبب بس مش هينفع، أو يعني الوقت لن يسمح بالإفاضة فيه، إن ليه التوجه
الاجتماعي العام المعطوب في مصر بيتجه أو بيضع نصب عينيه هذه الأشغال أو الأعمال أو التخصصات الثلاثة. المهم أنا كان عندي سبب ثاني خالص مضحك جدا، أنه في الوقت ده قريت كتاب يوسف كرم، ده كان أستاذ قديم ما كانش واخد دكتوراه بس كان تلامذته بيبجلوه قوي في الأربعينيات في اسكندرية. يوسف كرم عمل كتاب اسمه الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، وأنا حاولت أفهم الكتاب فبالكاد يعني فهمت منه مثلا 20-30%، ودي كانت مسألة مضايقاني جدا، إنه بكد ذهني في الوقت ده. مثلا كان عندي 15 سنة عشان أفهم بونافنتورا القديس والمفكر المسيحي. القديس أغسطين كان سهل إلى حد ما، وكان واخد جزء كبير من الكتاب. توما الإكويني شوية، وبعدين كنت بقى مصطلحات، يعني مثلا هو يقول إن مشكلة الشر في الوجود كانت المشكلة المؤرقة للقديس أغسطين. أنا ساعتها مش شايف في الوجود شر بعين الصبي الذي كان، فمش فاهم هو بيتناقش في إيه. يوضح شوية يعني لما يقول الشغل الطبيعية والشغل الإنسانية، إنما لسه يعني لو. فكانت النتيجة أني تمنيت من هذا الوقت المبكر أني أدرس فلسفة في كلية الأداب أو أنتروبولوجي. وبعدين لما عدت السنوات وخدت الثانوية العامة، كتبت في الرغبات دي اللي بنكتبها أو بيكتبوها الطلبة كل كليات الأداب في مصر، ابتداء طبعا بأداب اسكندرية، وما كتبتش حاجة تانية. ويوم ما راح، وكان تقديم الأوراق في كلية أداب اسكندرية بالصدفة إداريا يعني، فهم مبنيين كده وبينهم وسعايا كده، فبصيت لفوق المبنى حوالي 4 أدوار كده، فشايف في السماء كلام ما كنتش اقدر اقوله لحد ساعتها، لان هيقولوا ايه الجنان ده، بس انا شايف في ثغارس وهيباتية، والناس اللي كنت بقرا عنهم ومش فاهمهم فهم كامل لصعوبة تخصصاتهم يعني، كنت طبعا مبتهج جدا. وقدمت الورق، وبعد شهر كده او حاجه جاني ان انا طبعا انا ممتلئ فخرا، بس في لحظه الامتلاء بالفخر دي بدات هقول ايه سميها مأساتي مع الجامعه، او بلاش نقول قصتي مع الجامعة. القصة غريبة جدا، لأنه أنا دخلت يعني رحت أعمل مقابلة انترفيو يعني في قسم أنثروبولوجي، فالأستاذ اللي عمل معاه قعد يتناقش معاه شوية كده، وإذا كان مبسوط بيا بقى وأنا صغير كده، ويسموه طلعة كده أو بروميسنج يعني. الناس دلوقتي بقتش تعرف العربي إلا لما نقول لها الكلمة الإنجليزي، خيبة. مهم الدكتور كان اسمه محجوب، قال لي لا بص يا ابني أنت أحسن تخش قسم فلسفة، وأنا هودي ورقة قسم فلسفة. طيب أول محاضرة بقى دخل الأستاذ، كنا 1150 طالب،
في مدرج العبادي الضخم جدا ده. بصلنا كده احنا ما عاملين دوشه. وهو كان الدكتور ده فتح الله خليفه كان بيتكلم لغه فصيحه في المحاضرات، كلمش لغه عاميه يعني. فقال لنا ارى انكم لن تصلحوا لدراسه الفلسفه، فانا لا ارى في عيونكم الحيره. فبنت قاعده ورايا كده قالت له هتحيرنا ليه؟ الله يحيرك. راحوا حوالي 200 واحد طبعا ضحكوا وغضب الاستاذ وطلع. طيب المحاضره قبل ما يطلع قال اسخروا من تجواكوا غضب كتير. انا زميلي في جامعه لندن لما كنت باخد الدكتوراه هناك عامل كتاب السنه دي بعنوان من كافر الى كفار، والكتاب طبع وتداول ونقشوا وكده ولا حد هج. انا هو بيقول انا لو عملت كتاب زي كده هيجي واحد منكم يذبحني عشان يتقرب الى الله. وزعل ومشي كده. وبعدين انتظمت المحاضرات، وبعد شويه لم اعد اجد في المحاضرات ما ابحث عنه، لانه كان كلام للتلامذه، وانا كنت يعني كثير القراءه في الموضوع. وبعدين في سنه اولى هو الدكتور ده ما كانش بيغير الاسئله بتاعته، هي كل سنه، فيقول ناقش منهم يعني سؤال كلنا متوقعينه وعارفينه، ناقش موقف السوفسطائيين وسقراط. فانا عملت حاجه بالغه الحماقه، مش الحماقه يعني اللي بدا ليا ساعتها. هو بيهاجم السوفسطائيين وينتصر لسقراط، ماشي، هو ده الموقف النمطي يعني المعتاد. فانا كتبت في نص صفحة كده أو ثلاثة أربع صفحة إنه الكتاب المقرر علينا بيهاجم السوفسطائيين وبينتصر لسقراط علشان السوفسطائيين بيزيفوا الحقائق وسقراط بيبحث عن الحقيقة، وإنه السوفسطائيين يعني ما قدموش حاجة للبشرية، إنما سقراط قدم تلامذته بقى أفلاطون و القبيادس والجماعة دول. وده رأيي مش عاجبني، كتبت كده ورحت واخد خط وكتبت مناقشة خاصة للسوفسطائيين وسقراط، وقلت رأيي اللي كنت متبنيه ساعتها أو يعني كنت واصله ساعتها وما ظنوش تغير دلوقتي، يعني إن يا جماعة سقراط ده وهم، احنا ما نعرفش سقراط، احنا نعرف افلاطون. افلاطون هو اللي جعل من سقراط شخصية مؤثرة لان خلاه هو المتحدث الرئيس او الاساسي في محاوراته، وحط كل افكاره على لسان استاذه عشان كان بيحبه. وسقراط طبعا قام بدور كبير في من ناحية المنهج اللي حطوا التهكم والتوليد، وانا بستعمل المنهج ده كتير يعني في مناقشاتي وحاجاتي او تفاعلاتي يعني معاكم ومع الاخرين. انما السوفسطائيين هم فلاسفه اكتر. ليه؟ لانه الناس دي هي اللي درست اللغه وعلاقتها بالفكر، وهي اللي جرأت على انها تقول مفيش حقيقه ثابته. وده موقف فلسفي على فكره، يعني في مقابل اليقينيين اللي زي افلاطون بقى طبعا وسلسل كبير في التاريخ بعد كده، اخرهم حتى ابن النفيس في الروايه الاخيره ابن النفيس يقيني قوي،
وتقريبا الشخص الوحيد اللي الواحد ممكن يحسده مطمئن تماما، انه ذكي جدا. المهم ان الصفصائيين في دراستهم للغه وفي تبنيهم لموقف الشك، مش الغافت بقى لفكره الحقيقه، لا، ده اللي بيفند فكره الحقيقه وبيفند قدره الحواس. ويمكن ده اللي دفع بعد كده الفلسفه للتطور، لانه افلاطون نفسه بدا يعلي من الحقيقه الرياضيه عن الحقيقه الطبيعيه، وكذلك فعل ارسطو، وبالتالي قدمه للبشريه شيء له قيمه كبيره. فبالتالي انا بقول ما يصحش ان احنا بجرة قلم كده. فالدكتور اداني ضعيف جدا، انا اتضايقت ازاي، والسنة اللي بعديها ما قدرتش ادخل المادة بتاعت الفلسفة اليونانية، مع ان دي اساس الدراسات يعني الفلسفية بتبدأ من عندها يعني. وفي سنة تالتة كان عندنا أستاذ اسمه علي عبد المعطي، كنت بتكلم معاه وبعدين ذكرت له إن أنا ما دخلتش السنة اللي فاتت، قال لي وأنت فكرك يعني إنه هو حاسس بيك يعني أو لا؟ وبعدين هو راح قطر خلاص، بعد كده يقعد الأستاذ ده حوالي 20 سنة في قطر أو 15 ويقطع هنا خالص. فدكتور علي عبد المعطي توفى من 10 سنين كده، قال لي لا هو مش حاسس بيك، أنت كده مش تعمل دراسات عليا، أنت لازم تخلص المادة دي من عليك عشان السنة الجاية تجيب تقدير فتقدر تعمل دراسات عليا. طيب السنة اللي بعديها جبت التقدير اللي هو للدراسات العليا يعني جيد جدا وخلاص، وبدأت أعمل الماجستير والدكتوراه، وكنت على نظام كده اسمه الباحث المتفرغ، يعني أنا مش معيد في القسم لأن مفيش درجات قالوا كده، وما اشتغلش حاجة تانية، والكلية تديني مرتب 40 جنيه بنقبضهم 50 جنيه بنقبضهم 45. طيب اوكي ماشي انا بالشكل ده، ولما نخلص الماجستير يدونا عشان طبع الرساله 250 جنيه، ولما نخلص الدكتوراه يدونا 500 جنيه. 500 جنيه يعني حوالي 2000 دولار مثلا، احسبوها بقى دلوقتي تبقى بكام، مبلغ يعني. أنا بقى مجتهد جدا وعمال أشتغل في الدكتوراه، وكانت مجلدين كبار كده بقوا الطبعوا بعد كده في ثلاث كتب، ديوان عبد القادر الجيلاني وكتاب الطريقة القادرية وكتاب باذل الله الأشهب لعبد القادر الجيلاني، بس كنت طبعت كتب مؤلفات بقى تانية. فتقريبا اتضايقوا بعض الناس يعني، وبدأت الوقائع بقى انه اقدم لازم ورقة عشان ناخد بقى الخمسمية جنيه دول. فاللي في ايده يعني البتاع قال لي لا مش همضيلك. ليه يا دكتور؟ قال لي انت عامل كتب وانت لسه ما خلصتش الدكتوراه، وبعدين انت جبت عربية صغيرة كده كانت 128 بس كانت جميلة كنت فرحان بيها يعني، لانه كنت بكتب مقالات بقى وجرايد العربية والكتب وكنت اول كتاب خدت فيه 200 جنيه، انما في الوقت ده بقى الكتاب
ب 2000 جنيه مثلا. وكان عبود صاحب دار الجيل ده يجي كل سنة في المعرض ياخد مني كتابين أو ثلاثة اللي أنا ويديني 4,000 أو 6,000 جنيه. أنا طبعا حاسس إن أنا أغنى واحد في الدنيا. وجبت بقى عربية. فالدكتور ده قال لي لا مش همضي لك على حاجة عشان أنت أولا عندك عربية. قلت له يا دكتور دي منحة دراسية مش منحة خيرية ملهاش دعوة بال. قال لا هو كده. وبعدين انت هتناقش ازاي وتاخد دكتوراه ازاي وانت ما كملتش 30 سنة؟ استنى لما تكمل 30 سنة. وفضل الامر معلق لحد ما دكتور راجل يعني من القلائل الناس النقية جدا اللي شفتهم في حياتي، دكتور أبو الوفا الغنيمي التفتزاني، ده كان في الوقت ده شيخ مشايخ الطرق الصوفية وفي نفس الوقت هو أستاذ في جامعة القاهرة ونائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الطلاب والدراسات العليا. فهو كان ناقشني في الماجستير وكان عارف ان انا خلصت الدكتوراه، فتدخل وقال لهم يا جماعه مش كده، انتوا ليه مأخرينه؟ فعلى مضض ناقشت الدكتوراه سنه 89. فاضل بقى ايه الباحثين المتفرغين دول المفروض ان في يعني التزام تجاههم بيعينوهم بعد كده. لا مفيش. سنة 2-3 لحد سنة 94 أنا مش عايز أشتغل حاجة تانية ومش عايز أروح جامعة تانية ارتباطا باسكندرية، وفي نفس الوقت أنا بقى بعمل كتب وبقيت غني يعني وجبت بقى عربية تانية وبقيت أكتب في الجرايد الخليجية فيدفعوا لي بقى في الوقت كتير جدا ليل ونهار. فكان عندي دخل شهري كتير يعني او اكتر من اللي انا محتاج له. اغير بقى العربية ومتأنق جدا بس في الشغل لا. لحد ما لقيتهم بيقولوا لي هنا في الكلية يعني انه الدكتور أبو الوفا التفتزاني هو رئيس قطاع كلية الأداب، ولو انت كلمته علشان يعمل لأداب اسكندرية فرع في دمنهور هتيجي درجات كتير، فانت تاخد درجة منهم وتتعين فيها، واحنا يعني إثباتا لحسن النية هننتدبك كمان للتدريس اول اذا فتح. فروحت القاهرة قلت له دكتور هما بيقولوا كذا كذا. قال لي ما هما مش عارفين بس انا وافقت فعلا. بس اوكي خلاص قول لهم ماشي. فجيت قلت لهم وفعلا فتح القسم. فانا استلمت سنة 94 أول مجموعة دخلت، وكانت أداب دمنهور بتاخد أعلى عشان التوزيع الجغرافي لل أعلى درجات في الثانوية العامة. فالولاد اللي جم كانوا 92 طالب، أنا بدأت معهم بقى من 94 للأربع سنوات التالية أو 93 للأربع سنوات التالية، وكان منهم بقى يعني نابهين كتير، حتى يمكن 90 واحد دول حوالي 15 واحد منهم خدوا دكتوراه بعد كده، ودي نسبة. المهم انه لما جينا بقى نتعين اقول لهم طب دلوقتي انا عدى 5 سنين على الدكتوراه وعندي ابحاث فمفروض اشتغل ايه؟ استاذ مساعد. يقولوا لي لا مدرس. وبعدين القانون بتاع الجامعة غريب جداً،
يا اخش على درجة استاذ مساعد، يا مثلا لو دخلت على مدرس اقعد 5 سنين تانيين عشان اخد استاذ مساعد. قانون عقيم كده. وهم يعني قالوا لي هو يا كده يا بلاش. قلت اوكي. وبدأت بقى مع الولاد دول، مش محاضرات بقى بتاعت مدرسة وكتاب مدرسة، فيش الكلام ده. ده كان تيجي بقى طلبة من تجارة وحقوق، وبعد كده حقق معايا في سنة أظن معرفش 2000 وحاجة كده وكيل نيابة في قضية من القضايا السخيفة اللي كانت بتتعمل دي، ولا زالت طبعا، قضية ازدراء التراث الإسلامي. فقلت له أنا مستغرب، يعني إيه؟ أنا لسه راجع من ألمانيا ومكرميني هناك على شغلي في التراث، فاجي هنا تتحقق مع. قال لي يا دكتور والله أنا تلميذك، أنا بس أنا مرتين رجعت القضية دي وقفلتها، بس هم في رئاسة النيابة هناك الناس اللي ضدك دول بيروحوا يعملوا شكاوي كده فيقولوا حققوا تاني، فمعلش يعني نستوفي البتاع. ايامها كلمت الدكتور محمد سليم العوا وانا عنده، بقول له في كذا كذا وبتاع، قال لي قول له ينزلها محكمه. انا مش فاهم المصطلح. النيابه ممكن من حقها تحفظ الموضوع. فوكيل النيابه قال لي ده استاذنا الدكتور العوا. قلت له اه. قال لي طيب ونزلها محكمة. وقعدت 6 سنين، وانا حكيت لكم قبل كده في سياق سابق يعني ان بعد 6 سنين تداول في المحكمة القاضي حكم بانه ما فيش قضية اصلا، يعني حكم ببراءتي الحيثيات كده، حيث انه لا توجد ثمة قضية. ما علينا، خلينا بس نرجع للسياق اللي هو علق في قلبي تجاه كلية الآداب، إنه مع حماسي الشديد ده، وكنت أجيب بقى في آداب دمنهور أعمل محاضرات، وأنا على صلة بالكتاب الكبار في مصر في الوقت ده، وكانوا محتفيين بي قوي، فجبت بقى الدكتور عبد الوهاب المسيري وسامي خشبة وأسامة أنور عكاشة، وأعمل أنشطة واحط كتب في المكتبه عشان الطلبه يعني تقرا وتقدم بحوث وحاجات كده زي ما بيحصل في اوروبا يعني. بس ده ضايق بعض الناس، ومنهم مسؤول كبير في الجامعه هنا اسكندريه. انا ما كنتش فاهم ايه اللي مضايقه. أنا في الوقت ده اختاروني عضو في الهيئة الاستشارية لمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية، فهم عندهم فائض ميزانية. فرحت للدكتور ده بصفته المسؤول يعني، قلت له في مبلغ مش فاكر كان كام، 25,000 أو حاجة، بس ده كان يعني مبلغ كويس في الوقت ده، ممكن نعمل دواليب للمخطوطات بتاعت جامعة اسكندرية وكده. قال لي يعني ايه هنشحت ولا ايه؟ قلت له لا يا دكتور، مصر بتدفع 13 او 14% من ميزانيه جامعه الدول العربيه، فدي فلوس مصر يعني، زائد انه المعهد ده شغلته العنايه بالمخطوطات في الوطن العربي يعني. قال لي طب يكتبوا طلب يعرضوا عليا الموضوع. قلت له يا فندم هم اللي عندهم الميزانيه، ده احنا اللي يعني الجامعة هي اللي تقدم الطلب وهم هيوافقوا، ما انا واحد منهم. قال لي وانت مين اذن لك اصلا انك تبقى عضو في الهيئة دي؟ قلت له فندم انا عضو في الهيئة دي من قبل ما اشتغل في الجامعة. قال لا لازم تاخد موافقة. فكان الدكتور علي عبد المعطي ده قريب يعني
مني شوية، قال لي ما تتعبش نفسك. وحصلت بعض مواقف تانية كده، حاجات يعني مفروض صغيرة وسخيفة مش هحكيها يعني، مش عايز أدين حد خلاص. بس الأستاذ ده يعني إيه ترصدني، وبعد 4 سنين من الشغل فوجئت بأنه بيقولوا لي في حكم صدر في المحكمة الإدارية بإلغاء تعيينك في الجامعة. فسألت محامين بالتليفون قالوا لا، أنت تعيينك اتحصن بعد السنوات دي. رحت عشان أشوف الموضوع، طلع إن هو الأستاذ ده المسؤول اللي في الجامعة ده خلى بنت كانت متقدمة معايا تعمل شكوى تشتكي من إن الإجراءات بتاعت قرار تعييني مش سليمة. فجت المحكمة تفحص فلقت إن في تقرير اسمه تقرير لجنة الاستماع اللي هما بيختبروا القدرة على إلقاء المحاضرات يعني مش موجود. فحكمت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار التعيين رقم كذا بدون ما يذكروا اسمي، إلغاء مجردا. يعني إيه؟ يعني ملوش علاقة بشخص، هو في خطأ في الإجراء. رحت استأنفت في المحكمة الإدارية العليا في القاهرة، وكان جودة الملط كان رئيس المحكمة دي، وكان شخصية مهمة يعني في وقته، وعندي محامين. وأنا انفعلت وقمت قلت له يا سيادة القاضي والله العظيم عملنا جلسة استماع. قال لي والله العظيم مصدقك، بس فين الورقة؟ احنا القضاء الإداري ده قضاء ورق. هنا القاضي بتاع اسكندرية في المحكمة الحكم يعني أول درجة مغلطش، هو أنت عندك 5 حاجات في واحدة منهم ناقصة. وقعدوا المحامين يقولوا له بس يا سيادة القاضي ده هو شارك في مؤتمرات دولية وألقى فيها محاضرات، يقول لهم الورقة. طيب طبعا كانت حسرة شديدة، لأنه حتى في وجود الحكم ده كان سهل جدا تجاوزه، لأن كان عندي 4 سنين. فقالوا لي بقى المتخصصين يعني إنه ممكن يتعمل قرار نقلك لجامعة تانية، أو قرار بإعلان تاني بأستاذ مساعد، أو يعني كذا حل، تفانين القانون بقى. إنما المسؤول الكبير ده رافض، وفي نفس الوقت بعض الصحفيين لو رجعتوا بقى للجرايد سنة 97، عشان كده أنا دايما 97 في أعمال الروائية سنة إشكالية كده، لأن هي إشكالية عندي، هجوم في الصحف، الفساد الجامعي، يوسف زيدان خارج الجامعة، لأن كنت معروف في الوقت ده في سن صغير طبعا بس معروف. وبعض الناس للأسف اللي كنت أظن إن هم أصدقاء يعني شاركوا في الحملة دي، واتعمل الموضوع كأن أنا الفساد وإنه الحق ظهر. خلصت القصة دي، بس طبعا ما خلصتش كده، ده كان ليها أثار اجتماعية. حتى أول انفصال بيني وبين مامة الولاد كان أيامها، وأنا في الوقت ده مستمسك بالكلمة اللي ساعات كتير بقولها لكم لحد دلوقتي من قصيدة مديح الظل العالي لمحمود درويش: لا شيء يكسرنا وتنكسر البلاد على أصابعنا. في ناس طبعا وقفوا جنبي في المحنة دي، يعني سامي خشبة كتب في الأهرام، والدكتور مصطفى محمود المقالة اللي كتبها عني، إحدى المقالتين اللي كتبهم عني في الأهرام أيامها، يعني كان
لانه اصر قال لي انا عايز اشوف ورق القضيه دي. رحت له فوق الجامع اللي هو كان ساكن فيه يعني الله يرحمه، وقعد يبص كده قال لي لا ده مش كلام، مش حاجه طبيعيه دي، لانه البنت اللي شاكيه دي هي عارفه انها مش هتستفيد حاجه، جايبه 4 محامين منين؟ دي مافيا المخطوطات، انت عملت فهرس المخطوطات وبتحافظ عليها، وفي مافيا. كان دي وجهه نظره، وكتب ايامها في الاهرام المقال اللي هو بتاع عاشق المخطوطات عني، وقال في اخره انه احنا مش هنعرف قيمه يوسف زيدان، هو ربنا بس اللي عارف قيمته كده. طبعا الكلام ده كان فيه عزاء، وانا كنت اما انهار تماما وادركت دلاله في نفس القصيده اللي ذكرتها من شويه دي. بيقول محمود درويش: بيروت عصرا تزداد الرطوبه ترتخي العضلات، نشعر ان للارض احتقانا في مفاصلنا فنصرخ ايها البطل انكسر فينا. انا ادركت الاحساس ده، انه باستثناء الاثنين اللي انا ذكرتهم دول والدكتور احمد ابو زيد، ده علامه، ده تلميذ ايفانز بريتشارد، مات عنده حاجه 90 سنه من كام سنه ولا حد حس بيه، مع انه هو اللي عمل حاجه اسمها انثروبولوجيا في بلادنا كلها يعني. كان راجل عظيم جدا، وانا استوحيت منه في روايه نور شخصيه الدكتور احمد ابو اليزيد، وهو اللي ترجم الكتاب المهم بتاع جيمس فريزر الغصن الذهبي مع الدكتوره نور شريف، كانت استاذه اللغه الانجليزيه. المهم هو الدكتور احمد ده راح للمسؤول ده قال له: يا دكتور انت ليه مترصد كده يوسف زيدان؟ قال له: لان عامل لي فيها مفكر. قال له: بس هو مفكر. قال له: مفكر ايه اللي كان؟ احنا كنا اساتذه وهو كان لسه بيلبس شورت. فهو بيحكي للدكتور احمد قال لي: اول ما قال كده ولقيت الحكايه وصلت للشورت فعرفت ان مفيش فايده. فهقول لك ايه، معلش هي صدمه طلعت يعني اتكسرت كل الحاجات وانا بين امرين، اما الانهيار، وده شيء لذيذ على فكرة، بس طرف، وانا ساعتها عايش باحلام كده يعني. انا ساعات لما بتأملني دلوقتي انا كنت جايب القوة دي منين، وبعد اشتغل 15-16 ساعة في اليوم فعلا متواصلين اكتب، لان عايز اغير وجه الثقافة العربية، وعايز يعني ارفع البلد دي والناس دي لمستوى يليق بيهم، وبستهين بالمؤامرات بقى والحاجات دي، هقول عادي، ودايما مع نفسي يعني استشهد بالفيلم بتاع اماديوس لما سالييري الموسيقار البلاط فجاه كده موتسارت يطلع له فيجننه، ان ومشكلته بقى مع ربنا انه يا ربنا انت ليه بتديله الالحان دي وما بتدينهاش انا ليه؟ فانا اقول معلش هم عندهم مشكله سالييري، بس انا مش هنكسر ولا شيء يكسرنا. وسنه 99 بعد خدت الاستاذيه، هم كانت الخناقه على مدرس، اللي اشتغلوا في الجامعه عارفين في فرق شاسع جدا بين مدرس واستاذ مساعد واستاذ. فخدت الاستاذيه وسحبت بقى ورقي من الجامعه، كان قناه السويس، قلت لهم لا خلاص انا سددت رسوم التحكيم من فلوسي يعني، ومش عايز حاجه. وفي الوقت ده بقى 99 يعني كنت عملت كتاب الشامل بقى
والدنيا بقت وبدأت أعمال تترجم ليا. كتاب عن نجم الدين كبرى اترجم للألماني وقتها، وخدت جائزة الأكاديمية العالمية اللي هي في بيفرلي هيلز وموسكو عشان منجزي الأكاديمي يعني، وخدت جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في 94، كنت صغير، وخدت جائزة عبد الحميد شومان. فبقيت مستغني يعني، ومش عايز الجامعة بقى خلاص، وهمي في المكتبة، المكتبة حديث ذو الشجون. بس لما حصلت الأزمة دي كتير من الأساتذة تجروا بيها وما وقفوش عني، فكان في غصة تجاه كلية الآداب. فلما جت البنت قالت لي اللي هي الصينية الباحثة دي علياء لي شانان انها بتعمل دكتوراه عني وانها جام مخصوص من الصين للجامعة اللي طلعتني منها عشان تعمل دكتوراه عني، ويتصادف في 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 نفس اليوم اللي انا قابلتها فيه من سنة او شوية، بتقول لي جابرييلا الايطالية استاذة ايطالية عملت في السوربون رسالة دكتوراه تانية عن العنف الديني في رواية عزازيل، ونقشت في السوربون واختيرت، كان ساعتها بتقول لي يعني بعد فترة، أفضل رسالة جامعية في أوروبا. ناهيكوا بقى عن الحاجات التانية دي صحش يعني نقعد نعدد فيها. فأنا حسيت بكده ارتباك يعني، كان علينا بإيه؟ طبعا بستحضر أنا ناس تانية حصل معاها كده وما صبروش، أحمد زويل مثلا، إحنا كنا أصحاب من سنة 2000 تقريبا، وكنا بنلتقي لحد وفاته، هو كان بيجي كتير وما بيعلنش، واحيانا يعلن ونقعد في السلام لك، فلما اقول له مش عايز تعدي على كليه العلوم يقول لا 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 ويعمل كده. وايضا في استاذ تاني مش استاذي بقى، ده استاذي اسمه عبد الحميد صبره، ده اللي عمل كتاب المناظر لابن الهيثم، حققه عمل صعب جدا، ده استاذ عالمي، ومن هنا من جامعة اسكندرية طلعوا عينه ومشي في أول الستينيات أو أواخر الخمسينيات مش فاكر، ونبغ في أظن راح كامبريدج الأول وبعدين راح هارفارد اللي هم أهم جامعتين في العالم يعني. وأنا عرفته ودعيته بقى المؤتمرات في مكتبة اسكندرية، وهو أستاذ في هارفارد في هارفارد بس كان على المعاش. فكان واحنا في مكتبة اسكندرية يبص كده ناحية كلية الاداب، ما هي الناحية التانية من الشارع، بأسى شديد جدا انا فاهمه. فلما حصل بقى الموقف بتاع الايام القريبة دي وقلت لكم مش رايح عشان سبب تاني مش عايز اقوله لانه مش عايز اتكلم في الحاجات دي، وبعدين جت الدكتورة وكيلة الكلية كلمتني قلت لها طيب اشوف، انتبهت الحاجة، انا خلافي مش خلافي، الغصة اللي في قلبي مش مع كيان الجامعة، مع اشخاص هم اصلا ما كانش يجب ان يكونوا اساتذة جامعيين، ودول مشيوا وماتوا، فانا متضايق من مين؟ من الجدران دي، ما دي الجدران اللي انا شفت فيها وانا بس لفوق كده فيثاغورس واقليدس والاسكندرانيين يعني وهو نفس مبنى المكتبه زي ما هو يعني، مش المكتبه، الكليه نفس التقسيم يعني مع بعض التشوهات البسيطه كده، كان في ملاعب كان زمان وحاجات كتير، انما
انا هفضل محتفظ بالحسره دي جوايا من مين؟ وخلاص. وبعدين الباحثه دي اللي جايه من الصين دي عشان تدرس، يا سيدي اوكي ماشي، ما هو ابن سينا وابن الهيثم والرازي، ما شافوا اكتر من كده، فانت زعلان قوي ليه يعني؟ خلاص اللي فات مات، نروح بقى. ورحت النهارده وكان وقت لطيف يعني، وكمان دي مش اول مره، ده في رساله دكتوراه قبل كده في نفس الكليه دي قدمتها دكتوره استاذه دلوقتي او استاذ مساعد دكتوره ندى، ده في قسم عبري كمان عن روايه ظل الافعى وغير حاجات كتير. فخلاص بقى انا كان موقفي ده مع اشخاص، وتلك امه قد خلت، فما فيش داعي نحمل نفسنا بعبء الذكريات السيئه. بس انا عديت النص ساعه معلش، انما من الان هنبدا بقى النص الثاني، و اللي هو المناقشات المفتوحه معاكم وقدامكم يعني الفرصه. انا هبص بقى على الاسئله، ما كنتش ببص او التعليقات، هبدا بقى ابص عليها علشان اتناقش معاكم في اللي انتوا حابين نتناقش فيه. شاذة ايوب، محادثه بديعه مع النفس، تعطينا فكره عن كيفيه تناول الامور. شوف يا شاذة، انا ليه قلت هعمل اللايف ده؟ انا وجدتها ممكن تكون حاجه مفيده للشباب اللي بيبدا وبيكونوا يعني مميزين ولسه ضعفاء، فبيتخبطوا فبينكسروا. فقلت يمكن لما اقول لهم الحديث اللي هو ذو شجون ده يعني يستلهموا منه فكره المقاومه، زائد انه عايز اوصل لكم برضو فكرة ان احنا نتجاوز بقى يعني. طيب هينقلنا بقى حتة تانية. عبد الله، مستقبل مصر في ظل الكساد الاقتصادي، الحالة مخيفة يا عبد الله، ومش في مصر بس، في العالم ككل، بس منطقتنا أكثر هشاشة. مصر يمكن أكثر تماسكا من بلاد كتير حوالينا، إنما الوضع غير مطمئن، غير مطمئن. طيب في محمود رزق، ماذا يقول يوسف زيدان؟ ليوسف زيدان في نهاية المطاف. ما انا قال لي قبل كده اسمه ايه ده، خيري رمضان، بيقول لي انت بتقول لنفسك ايه دلوقتي لما بتشوف الحاجات اللي انت عملتها دي؟ قلت له بقول لنفسي ما كفايه كده بقى. بس ما مشروعك القادم مستر علي الشايب؟ مستر اوكي. انا خلصت الروايه بتاعت الوراق، أمالي العلاء اللي هو ابن النفيس، وحال النشر مرتبك جدا في مصر، فلسه يعني أنا خلصت اللي عليا فيها، بس لسه مسألة نشرها يعني هتحسم قريبا. وبدأت أشتغل في الكتاب الخامس من مجموعة الشجون اللي هو شجون مستقبلية، اللي أنا بعمل فيه المحاضرات بتاعت اليومين دول. ايه عوائق التقدم وموانع التحضر؟ يعني ايه اللي مسبب لنا حالة الارتباك والربطة
والتدهور اللي احنا فيه ده. بس ده مشروع القادم. كريم محسن درس كبير شكرا. شانيل ايام، يعني ايه شانيل ايام؟ احبك واعزك شكرا. مولانا مش لاقي رواية حاكم. ايوه، ما رواية حاكم دي وضعها غريب جدا. انا كنت عمال اتخانق مع الشروق عشان حكاية اسعار الكتب وحقوق المؤلف ومش عارف ايه، وظهر الراجل ده بدأ انه راجل طيب يعني وكده، وقال لي ان هو ياخد الرواية وكده ويتعهد ان ينزلها بسعر رخيص وكذا وكذا، وهيدفع الحقوق مقدما. قلت له طب سنة واحدة، قلت اجربه. فمفروض انه الطبعة الاولى من الروايات بتبقى من 20 لـ25 ألف نسخة. فهو قال لي انا هطبع 5 بس في الاول. قلت له لا، انا قايل لك كده هتبقى سعر الرواية غالية. قال لي لا، مش هزيد عن 100 جنيه. قلت له طيب. عمل 5000، فخلصوا تقريبا في شهر. راح عامل 2000 تانيين واختفى، والناس اللي معاه اختفوا. وفي الاخر عرفت ان دي ما كانتش شركة نشر، دي كانت حاجة غريبة. لانه قالوا لي لما قعدت اسأل يعني، قالوا دي مسجلة رأس مالها 100 مليون جنيه، وما فيش طبعا دار نشر. فبقت الرواية مش موجودة وما لهاش لسه حقوق، هنشوف لها نشر تاني طبعا. عبد الله هارون نفس السؤال، انه هو بيقول انه الرخاوة الاخلاقية، ما هذه السلسلة. وهم قالوا لي النهاردة يمكن اعمل المحاضرة اللي بعديها في قصر الانفوشي في نفس السياق ده، وبعدين الشهر الجاي في لبنان في طرابلس، وبعدين محاضرة بعديها يمكن تكون في فاس، وعندي عدة دعوات لحتت، بس انا ما عدتش بحب السفر بقى، ف يعني ما عدتش متحمس. طيب فدوى بن الاستاذة فدوى، ولو انني لست شابة الا ان استمتعت شكرا يا فدوى، دي صديقة غالية ومذيعة مرموقة. جلال اعتبرت المسألة أشخاص هي بنية مجتمع. طبعا، بس خد بالك يا جلال، ما احنا في النهاية بشر برضو، يعني المسألة مش بالبساطة دي. يعني ما تجيش يعني طب ما هو الدكتور عبد الحميد صبرة أستاذ في هارفارد، ده أعلى حاجة أكاديمية في العالم. بس وكان لما انا عرفته كان عنده مثلا 80 سنة، لا يزال في حسرة. حتى اني سألت هو ايه اللي حصل معاه، وحكوا لي طبعا او عرفت كانت حاجات يعني مؤذية جدا. وغيرهم، مش احمد زويل بس، كتير كتير من الناس. وانا شفت شخصيات نابهة اتكسرت بدري، لانه الموهوبين والمبدعين والمجتهدين دول بيحتاجوا رعاية. فما بالك انت في مجتمع ما فيهوش الرعاية دي، وفي تكسير. كتير يسألوني القريبين يعني ان انا ليه مستهين، الناس تقول عليا مغرور ليه، لان انا مستهين باصحاب المناصب والحكام وارفض اقابلهم وكده. بس في نفس الوقت بهتم جدا بالصغيرين. لما الاقي ولد نابه وبيعمل دراسات عليا او بيحاول يكتب او احاول ادعمه، او بيشتغل في التراث ومش لاقي المخطوطات وبتاع، احاول اساعده. لانه كاني بوفي دين قديم. بس فيعني ايه، هل ترى فعلا ان هناك نظام عالمي جديد ام مجرد فوضى خلاقة؟ المفردات دي اهترقت قوي وعاد لهاش دلالة. طبعا كل يوم في نظام عالمي جديد. يعني ايه؟
يعني روسيا منعت. هو يعني حد يتخيل من 3 سنين انه ألمانيا ما بقاش فيها ازازة زيت عشان يقلوا البطاطس؟ انا عرفت من يومين كده من واحد جاي من ألمانيا، حد كبير يعني سنا ومقاما يعني، ومراته ألمانية، يقول لي ما فيش زيت. قلت له ألمانيا العظيمة دي؟ قال لي وحالتها صعبة جدا. طيب هو ده نظام قديم، دي ألمانيا أقوى اقتصاد في أوروبا، مش لاقين زيت. عمر عبد الناصر، أستاذ هل يغني الدين، هل يفنى الدين إذا نزع منه مبدأ الثواب والعقاب؟ يعني بلاش الكلام ده بقى. الدين لا يفنى ولا يستحدث ولا يخلق من عدم. انا ما اعرفش ازاي كانوا بيدرسونا الكلام ده واحنا في اظن اولى اعدادي، اول ما نخش كده مبادئ الطبيعه بتاع، ونحفظ الكلام وما نتعقلهوش. الماده لا تفنى ولا مش عارف ايه ولا تخلق من عدم. في نفس السنه دي اللي في كتاب الدين بقى بيقول ان الله خلق كل شيء من عدمه. طيب فوزي غلاب، الدكتور سالييري، فكرة والفكرة لا تموت. سالييري هو صوت السلطة. لا يا دكتور، لا، سالييري هو صوت النفس الإنسانية. النفس الإنسانية فيها كل المشاعر، فيها الكراهية والحب بس الكراهية سهل الاستسلام ليها، الحب صعب. الحب عايز طاقة وجهد وجهد يعني، فمش كل حاجة هنحطها. أصل خدوا بالكوا السياسة دي فخ للمفكرين. أنت هنا بتقع في الفخ ده، إن تقول إيه هو ليست مش عارف إيه، إنها السلطة البتاع، فنحن بأعداء مع السلطة السياسية، وتتحول كل مشروعاتنا إلى معارضات سياسية زي كتير من إخواننا يعني. أنا فعلا حزين على علاء الأسواني. إحنا كنا يعني صحاب، مش صحاب قوي بس يعني صحاب. فلما أشوفه بيتكلم بالحسرة دي هو هناك، هو أديب وفعلا عالمي وترجم، وانتهى بالأمر إلى المعارضة السياسية أو بلا الفضل أو كذا أو كذا. أنا بشوف إن الدور التنويري أخطر من المعارضة السياسية وأهم. وإحنا مش مشكلتنا إن حد يشتم الحكومة، إحنا مشكلتنا إن حد يرقي مستوى الوعي العام اللي بنقول عليه العقلية الجماعية، يعني طريقة تفكير الجماعة يعني. أزهري شريف، أيهما أخطر على العقل، الجهل المقدس أم الجهل المؤسس؟ يا أخي هو الجهل. إحنا الجهل والجهالة، الجهل بتاع يعني بمعنى عدم المعرفة، والجهالة بمعنى العنف. غادة بتقول هل من حق الإنسان أن يسامح الذي ظلمه؟ يا غدا، لا شيء يستحق الحزن. واحد بيهاجمني اهو، لا مش بيهاجمني، انا فاهم، عامل فيها مفكر المشكله الازليه. هو قال له كده عامل فيها انا خدوا بالكم، انا كتبت في الاهرام وانا عندي 26 سنه. انتوا مش تفهموا دلوقتي يعني ايه الكتاب في الاهرام، مش هتاخدوا بالكم يعني. ده كان حاجه مهوله، وانا بكتب بقى كتير وكده، و26 سنه هم شايفين ان انا عيل وبكتب في الاهرام ازاي. ده استاذ عندنا نشر مره رد على حد بيشتمه في الاهرام، قعد تقريبا سنه بدون مبالغه، جاب الجورنان وحطه على المكتب وفتحه على ان هو بيرد على اظن كانت مين، نوال السعداوي. هي هجمته عشان اتجاه كان اسلامي شويه كده، فهو بحق الرد بوكس كده
ومكتوب اسمه فيه، قعد سنة تقريبا على مكتبه، وقال لي انا مرة احنا على باب كلية الاداب انا اشهر واحد في اسكندرية عشان كده ما قال. فكان الكتابة في الاهرام انا ذاك في الثمانينات، انا مش عارف السنين دي عدت ازاي كده بسرعة. محمود درويش عنده قصيدة جميلة قوي، يقول ايه؟ في المنفى، نعم في البيت، في الستين من عمر سريع يوقدون الشمع لك فافرح بأقصى ما استطعت من الهدوء، لأن موتا طائشا ضل الطريق إليك من فرط الزحام فأجلك. فأنا كتير عن يعني بحس بالحكاية دي، إنه الناس اللي حبيتهم وماتوا، السنين اللي جريت بسرعة، ويمكن العيش منفردا بيخلي الواحد يعني يحدق اكتر. طبعا يخليه يكتب ويركز بس كمان بيخليه يستدعي الاشخاص والذكريات بنصوع شديد. نشوف مين تاني. رينا صديقتنا من اسيوط، امتى حضرتك هتتكلم عن التجليات الاخرى للديانات الابراهيميه التي انطمست عبر القرون؟ هو يعني يا رينا احنا كنا خلصنا من ده، لسه في ثلاث قضايا على كتاب اللاهوت العربي يعني. مع أسية الحكاية هي مش شطارة، صاحب المشروع ده زي الأم خايفة على والدها عايزاه يكبر، فحديث النفس يقول ننفجر، بس كمان في مشروع أنا عايزه يتم، مشروع استنارة مش مشروع ثورة ولا إعلان غضب ولا رفض النهاردة المسائل بقت واضحة جدا، والسخف بتوع المعممين في الديانتين على فكرة بلغ مداه، فمش عشان كده قلت لكم لا جدوى من الجدال الديني، يعني نشوف حاجة مفيدة بقى، نفهم التاريخ صح، نهتم بالمنطق، بالمنهج التفكير العلمي، الحاجات دي أفيد من إن احنا نقعد نصطدم مع شوية ناس هم بياكلوا عيش على دماغنا يعني. في حد كاتب اسمه بطريقة كده غريبة، مع إنه هو قال لي قبل كده اسمه إيه، بيقول بعض الكلمات عن الأفلاطونية المحدثة سكرتيرية المنشأ. هو احنا ما عملناش محاضرات في الافلاطونية المحدثة؟ طب يا ريت الشباب يراجع كده، لو ما عملتش قبل كده معقول؟ ولا اتكلمت عن فيلون اليهودي ولا اذا ما كانش فيه على اليوتيوب نعمل واحدة، حاضر، لكن الموضوع مهم. سناء بعد أساتذة الجامعة هموم الوحيد هو لا، ما خلاص بقى احنا مش عايزين نحول الحكاية إلى إنما الدكتور كلمة عن مشروع حسن حنف والجبري وجدواهما الفعلي على أرض الواقع. والله أنا حسن حنفي الله يرحمه يعني شخص أنا حبيته جدا واحترمته جدا وكتبت عنه، بس في ما يسمى حوار المشرق والمغرب كتبت مقال مش فاكر كان في الأهرام ولا فين أو مجلة القاهرة، أظن مجلة القاهرة، إنه اللي بيعملوه ده يعني هو كان محمد عبد الجبري أستاذ مغربي، فقابلته مرة، وحسن حنفي اللي هو كان متعاصرين بقى ونلتقي كتير وكده، هما متبنيين رؤيتين للتراث. الجبري انه التراث بتاعنا ده
هو تراث برهاني وتراث عرفاني وتراث، وحسن حنفي بيقول ان التراث ده فيه بذور ثورة وانه تثوير التراث يؤدي الى تغيير الواقع. وانا ما وافقتش على الاثنين ايامها ولا زلت، لانه تقسيمات الجبري لم تكن مقنعة بالنسبة لي، لانه في تدخل كتير في المنتج التراثي عند الشخص الواحد. وضربت له مثل في المقالة دي، قلت له طيب يعني يعني جابر بن حيان مثلا، ما هو برهاني في شغله في الكيمياء وفي نفس الوقت عرفاني في اعتقاده بالإمام المعصوم من الخطأ، فالفصل ده فصل نظري وهكذا. وحسن حنفي كان يعني ملاحظتي، مش عايز أقول نقدي لأنه أستاذ كبير، أنه بذور الثورة التراثية في الواقع الحالي هي زي بذور مجمدة محتاجة علشان تبعث فيها الحياة أدوات تنشيط كتير، أولها المعرفة. هو كان مشتبك مع الغرب في كتاب الاستغراب، عايز يقول أنا أخضع الغرب للدراسة زي ما هو أخضعني للدراسة. وبيقول أنه التصوف في عوامل تؤدي إلى تثويره، يعني جعله مستند ثورة. وده يعني طبعا مش عايز ألخص أراءهم تلخيص مخل، إنما لا أنا مش بشكل عام يعني طيب حسين فرج، وبعدين ايه التمثال؟ تمثال اللي ورا حضرتك، ده يا سيدي في واحد اسمه فيدياس. فيدياس ده نحات مثال يوناني قديم، هو اصلا من اليونان وبعدين جه ليبيا هنا من الخمسة الغربية، وعمل التمثال ده تمثال فيناس، وبعدين في الزمن المسيحي كسروه كده، كسروا ايديه يعني، بس لسه موجود التمثال، ودي صورة منه. بس يا سيدي ادي التمثال، بس ده ملوش علاقة بالوثنية يعني، ليه علاقة بالجمال. وعلى فكرة عشان البنات اللي معانا والستات، شوفوا دي رب يعني إلهة الجمال، شوفوا ممتلئة ازاي، مش نحيلة زي ما انتوا فاكرين كده. أستاذ هل الحريات العامة، ده خالد منير، هل الحريات العامة تسمح ضرورة بخلق مناخ جديد للإبداع؟ مفيش إبداع من غير حرية طبعا، وكل ما تضيق مساحة الحرية كل ما يعني يحاصر الإبداع. أشكرك مش عارف إيه بحكمك، ماذا تنصحوني؟ اقرأ كتير. محمد كيلان بيسأل سؤال أنا مش فاهمه، جمهورية أفلاطون إزاي فشلت؟ يعني إيه؟ الجمهورية ده ريبابليكا، كتاب من كتب أفلاطون بيقول فيه عن أشكال الحكم وإيه أفضل شكل من وجهة نظره هو، وهو شكل مثالي جدا. يعني هو بيقول أنه نربي الولاد بطريقة معينة بحيث ينتج عندنا حاكم فيلسوف لا يملك حاجة مادية يعني، وبالتالي تبقى حياته للمدينة أو للدولة. باختيار ده يبقى كردي بقى. تحية معنا الشيخ الرئيس، تسلم فكرة الإصرار في التنوير. ده صحيح، عايزين نرجع فقرة رحلات الكتب، هنرجعها ازاي؟ وطال عمره ده هيسمح خلي الطبق مستور. هل التراث والموروث العربي ذا الصبغة، ذو بقى الصبغة الدينية، له تأثير على الواقع؟ طبعا يا مالك،
طبعا انت دماغك او دماغ اي حد فيها مفردات، المفردات دي تراث، وفيها مفاهيم، المفاهيم دي تراث، وفيها معتقدات، فطبعا التراث حاضر فينا بقوة. زيارة بايدن هل هي تقسيم المشرزم ولعبة مستقبلية للاستحمام والطاعة؟ لا، أنا أظن أنه أمريكا الآن من الهيمنة الروسية اللي بدأت والصينية برضو، فبتحاول تدعم وجودها في المنطقة بطريقة يعني ألطف شوية من الطريقة اللي كان بيتبعها اسمه إيه المهووس ده اللي مشي، الرئيس الأمريكي السابق اللي بتاع دي بقرة ولازم نحلبها ومش عارف، لا هو بيحاول يعني يحترم ويجي وكده. أماني إسماعيل، هل الجدال حول ثوابت دينية من حولنا إشارة من إشارات التنوير؟ لا، الجدال الديني ما بيؤديش لحاجة، بيؤدي إلى تعصب واحتدام الخلاف. فالجماعة اللي بياكلوا عيش على دماغات الناس دول قوتهم في انشغال الناس بيهم. برضو الهيافة كمان، ما لما بنشوف الوول، وانا مستغرب يعني مفروض ان الوول عندي فيه مش عارف كام الناس كتير يعني، ومفروض انه دول بيفهموا، بس الاقي برضو انشغال بتوافه مسخة جدا وملاش اي طعم. ده شيء خطير برضو يعني، لازم الناس يعني ايه فلانة اللي اتطلقت من فلان، ما تتطلق يا سيدي، ولا ما انت شغل بالك ليه؟ وانه في الصحف بقى فلانة الفلانية، الناس ما نعرف بنات كده، تبهر الجمهور باطلالة مش عارف ايه، افتح الاقي واحدة لابسة مش عارف ايه كشمة يوم مثلا وفخدها كده طالع، ما هو كل الستات فيهم فخاد يعني، ما اي بنت تبين لك حتى من صدرها كده تبقى اول اللي تقف مقصوعة كده وبتاع ومش عارف. والتيك توك بقى والكلام ده كله كلام فاضي يعني، ارتقائنا مرهون بان نرتقي نعلى عن الكلام ده، سواء الجماعة الوعاظ دول يعني افسدوا حياة الناس. بس مش معقول يبقى في نفس اليوم، والناس كتير كتبت الكلام ده يعني، اللي ناسا بتعمل فيه صور الكون واحنا محتدمين هنا النقاب والحجاب واللي بتاعه والكلام الفاضي ده، ما اللي تنقب تنقب واللي تحجب تحجب واللي تسيب شعرها تسيب شعرها، ايه شغلين بالكم ليه انتوا بحكاية الشعر دي؟ دكتور لماذا لا نجد اعمالك في امازون؟ لا، مع امازون مش بتنتج اعمال، امازون لما يكون الكتاب متوفر بتبيعه، وفي حاجات كتير على امازون، بس اذا كان الكتاب نفد هم يجيبوه منين يعني؟ هبة سعيد، سلسلة الشجون في غاية الاهمية، شكرا. وبعدين ايه الازهاج اللي عمال يكرر نفس السؤال ده ايهما اخطر؟ على ما قلنا لك خلاص. طيب يا ريت تنصح الشباب، هم يقروا بس، ما انا تقدم تقصد يعني صفاء من تقصد انها من ما انا تقدم عدم وجود مؤسسات تتبنى الموضوع، يمكن المؤسسات تفسد الموضوع. ايهما؟ طيب الله، ده أزهري ده بقى، ده بيهزر، ده عمال يكرر سؤاله على طول اهو. لماذا البعد الصوفي ليس بقيمة التصوف الإسلامي؟ لا يا خالد مني، غير صحيح. كل إنسان عنده نزعة روحية، النزعة دي بتظهر عندنا فيما يسمى أو تحت مسمى التصوف، وبتظهر في الثقافات والحضارات التانية
بأسماء تانية وبأشكال مختلفة، بس هي كلها نزعة روحية لها طابع صوفي، وأنا ذكرت ده في كتاب من كتب الشجون. مستنين سؤال الشهر أميرة. لا يا أميرة، سؤال الشهر وسؤال الأسبوع والحالة دي، ده كان في وقت مصر لا فيها وزارة ثقافة ولا كان فيها بتاع، وكانت الدنيا واقفة خالص، فكان من الواجب عليا أني يعني أنشط بقدر ما أستطيع الحالة الذهنية، وكانت الأسئلة دي والحركة الكتير دي جزء من الموضوع. دلوقتي خلاص المجتمع يعني مستقر أهو، والناس بقى تعمل الدور اللي عليها. أنا مش يعني، وبعدين أصل الطلب سهل، أنت مش متخيلة أنا عشان أراجع الإجابات دي كنت بقراها بالتفصيل وبراسل الناس وبرد عليها وبتاع، دي مسألة بتاخد وقت طويل. فيبقى كل أسبوع يومين للأسئلة، وكل شهر يومين ثلاثة للسؤال، فكان نص وقتي رايح في الحكاية دي. يعني مش تشغلنيش أنا التكلفة بتاعت هاتوا الكتب وبتاع، مش دي القضية، القضية في الوقت. ريهام، يا دكتور التكنولوجيا الرقمية زادت وعي شعوب كثيرة إلا الشعوب العربية، فما السبب؟ لا لا، زودت برضو الشعوب، بس المشوشات في المنطقة العربية كتير، ومصلحة بعض أصحاب المصالح وقبضتهم على المجتمع شديدة. موضوع قصور اللغة عند فتجنشتاين يا أستاذنا، لو أمكن ممكن نبقى نعمل حاجة عن اللغة. طيب آخر بقى سؤال أهو، ده محمد رزق، كيف تقيم حال الثقافة المصرية في عقدها الأخير في 10 سنين اللي فاتت؟ حالها صعب جدا. الكتاب في أزمة، وصناعة النشر في، أنت بتسأل عن مصر؟ تكاد تتوقف، ودي حاجة خطيرة جدا. الكتاب أصبحوا محاصرين بمجال الحريات العامة الضيق والغلاء وصعوبات النشر والفرار. واحد من اللي سافروا بيعملوا اليوتيوبات دي، انا بحبه جدا، كنت وكتبت عنه من حوالي 7 سنين كده، وانا زعلان عشانه، يعني انه يا جماعة مش معقول كده، حل الفكر والثقافة في مصر في ازمة، ففلان مش عارف محاصر، وفلان بيتهاجر، وفلان مزعور، فراح متصل بيا قال انا مش مزعور، انا مش عارف ايه وبتاع ايه، وكان غضبان قوي. وبعد شهرين مشي من مصر، راح تركيا، وبعدين راح استقر في امريكا، وهناك بقى عمال يقول ويشتم الحكومه بقى وبتاع. وانا شايف ده مش مجدي، ده اسبرين مش هيعالج حاجه. يعني المشكله هنا، تروح ليش اخر الدنيا وتقعد بقى انت يعني في براح دلوقتي، فتقول هتقول ايه؟ قضيتك هنا في الأرض دي، أو على الأقل أنا شايف كده يعني. طيب أتمنى الإجابة على سؤال يشغلني، خلاص خلوا ده آخر سؤال. كيف نلتمس العزاء للنفس حين نجد الأدعياء قد تصدروا المشهد؟ ما يا سيدي الفاضل يا محمد التميمي، هو إيه اللي خلى الأدعياء تصدروا المشهد؟ لما الواقع العام او العقلية الجمعية او طريقة التفكير انخفضت. طيب يبقى ما هو التشخيص اول العلاج،
ننفع ده بقى بال ب... ب... بالتثقيف العام، بالتكريس او زرع او التفكير المنطقي والمنهجي، بعمل استنارة. ما هي دي الوسائل. بس ان شاء الله نلتقي بقى. انا هعمل ايه بقى؟ ما هقدر. هبقى اجيب البتاع ده، مع اني مش مشغله، ده جبته وبعدين لقيت الضوء الطبيعي ده احسن، بس هبقى اجيب واحد تاني صغير كده احطه على المكتب، عشان كل شويه، مش كل شويه يعني، كل فتره نبقى نعمل لقاء لايف معاكم، لان انا بحب اتكلم معاكم يعني. يلا تصبحوا على خير. هندوس بقى على فينش اهي.